الفنان محمد رمضان طلب انه ياخد صورة تذكار عشان يفرجها لابنه. حصل من الفنان محمد رمضان اللي هو نشر الصورة بدون علمي ولا موافقتي على الميديا في فيديو لأغنية. الكلام ده طبعا كلام خطأ. شعب مصر العظيم، اخواتي وحبايبي، كل المتابع ده من شكل الكابتن اشرف ابو اليوسف. انا زي ما وعدت ان انا عمري في حياتي ما هتخلى عنه. اول امبارح الحمد لله كلمت صديق ليا مدير شركه هوليداي للطيران الخاص وحكيت له الموضوع وقال لي ابعت لي السي في بتاعه وان شاء الله في خلال اسبوع يكون اشتغل رجع لمهنته ولكن من خلال شركه اخرى. وكان رده ان لا، هو مش هيبعت السي في علشان قصته مسحوبة وشايفة عشان في مكان آخر. وكان اللي يعوضه ويرضيه حاجة تانية خالص، وهي حسب حسبة كده انه تقريبا، وقال لي ان هو محتاج 9.5 مليون. يعني انا سايب الحكم للي بيعلقه وبيقول محمد رمضان تخلى عن الراجل. لو انتوا شايفين ان ده يرضي ربنا انا اعمل ده تمام. ما يهمنيش تعويضات الدنيا كلها، تمام؟ على قد ما انا كان فاضلي في تاريخي فاضلي 3.5 سنين، اتمنى كنت اخلصهم واطلع بتكريم مش اطلع بايقاف. الكلام ده طبعا كلام غير صحيح بالمره. انا ما طلبتش، عمري ما طلبت فلوس من حد، بالاضافه لان الشغلانه اللي جايبها لي الفنان محمد رمضان كتر خيره طبعا بيقول لي، يعني في واحد صاحبه اسمه سعيد امام هو اللي اتصل بيا وبيقول لي في شركه طيران. انا هقدم سي في لمين دلوقتي؟ هقدم سي في لمين؟ ثم ان هو يعني الظاهر المجموعه ما قرتش العقوبه اللي توقعت عليا بايقاف مدى الحياه عن الطيران او مزاوله اي مهنه تمت للطيران بصله. فانهي شركه بقى اللي اروح اشتغل فيها؟ وانهي فلوس اللي انا قلت عايزها؟